بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنبدأ في أول محاضرة وهي الترم السوداء. طبعا احنا بندرس ثلاث أشياء في الترم السوداء أو ثلاث أنواع، اللي هي أولا سكستوسوما، بعدين هيتروفيس، بعدين فاشولة. بسم الله. في محاضرة الفاشولة في البداية يتكلم لنا عن خصائص الترم السوداء بشكل عام. أول شيء إن هي على شكل فلات، نفس شكل الورقة بالضبط، ما عدا في الفيميل سكستوسوما لأن شكلها يصير سلندركل اللي هو دائري وليس فلات، وليس على شكل ورقة. ثاني شيء إنها عنده باراسايت، يعني باراسايت في داخل جسم الإنسان وفي داخل جسم الحيوان، يعني تجي حق الإنسان وتجي حق الحيوان. إنها لها قسم واحد، يعني مو مقسم أكثر من قسم، مقسمة إلى قسم واحد فقط، وجوانبها تصير متساوية. السايز حقها يختلف، دائما هو 2 سنتيمتر، بعضهم لون مثل الهتروفيس يصل إلى 6 سنتيمتر، وبعضهم لون أكثر مثل الفاشولة جينسيكا. محاطة بالكيوتيكل اللي هي بشرتها، ويصير فيها سباينز استروبكلز أو ريتس، كلهم يساعدونها أنها تصير فكسيشن، يعني تنقبض. عندها أورغان زي المصات يسمونها بالإنجليش ساكرز، عندها أورال ساكرز، عندها فينسرال ساكرز in front of the intestinal في بداية الأمعاء، وعندها جينيتال ساكرز في بعض الأنواع. تعتبر أنها هرموفورديت اللي هي خنثى، ما عدا في السكستوسوما 6 is separate، لا تعتبر خنثى، بل 6 حقها مفصل. ما عندها بادي كافيتي. System are embedded in connective tissue. في الترم السوداء عشان اللايف سايكل عندها تكتمل، لازم ان البيض ينمو في الماء بعدين عشان يقدر يصير انفكتيف في الانفكتيف ستيج. اسم البيضة حقتها سركاريا. السركاريا هذه لما خلاص تنضج في الماء تقدر تصير انفكتيف، يعني تقدر تنتقل بحيث انها تسبب المرض. تطلع من الماء، اما انها تدخل السكن، اذا دخلت السكن يسمى هذا النوع بسكستوسوما، سكن سكستوسوما، او انها تتحوصل انتو ميتا سركاريا، تتحول الى ميتا سركاريا وتدخل اما في الماء او في الفيجيتابل وفي الفاشولا. طبعا فاشولا معناتها بالعربي المتورقة، من اسمها متورقة، تدخل في اوراق الخضروات وفي الماء، او انها تدخل في السكند انترميديت هوست وانسايستد ان ذا ماسلر، مثل في الهتروفيس. بعدين بنشرحها اكثر في محاضره الهتروفيس. طبعا السكند انترميديت هوست بعدين بناخذ ان اللي هو يقصدون فيه الاندر كوكد فيش، السمك اللي مو مستوي عدل. بعدين هنا يقول لكم تصنيفات انواع الترماتودا على حسب الهابيتات، اللي هي على حسب مكانها وموطنها. اول شيء الهيباتيك فلوكس اللي هي الكبد، موجوده فيها الفيشولا بنوعيها اللي هو فيشولا هيباتيكا وفيشولا جينتيكا. ثاني شيء الهيتروفيس، الهيتروفيس موجوده في الانتستينال، اذا هي من انواع الانتستينال فلوكس. ثالث شيء في اللانج فلوكس، اللانج فلوكس موجوده فيها نوع من انواع الترماتودا اللي هو بارا جونوماس وستيرماني، طبعا ده مو بندرس عنه. اخر شيء البلاد، سكستوسوما هيماتوبيوم وسكستوسوما مانسوني، اثنينهم موجودين في البلاد. اذا الفيشولا في الكبد، الهيدروفيس في الامعاء، وسكستوسوما في البلاد. في هالمحاضرة يتكلم لنا عن الهيباتيك فلوكس الكبد، واللي هي تشمل الفيشولا بنوعيها الفيشولا هيباتيكا والفيشولا جينسيكا. طبعا الفيشولا جينسيكا منتشرة اكثر، ومنتشرة يعني في السعودية اكثر، هذا اللي سمعته من المحاضرة. المرض حقها يسمها فاشيوليسس، وهو مقتبس من مرض الفاشيولا نفسه. دائما المرض حقهم يصير نفس الاسم بس زايدين عليه SIS. منتشر اكثر شيء في البلدان اللي فيها مواشي واجد، اللي هي الكاتل بالانجلش، عشان كذا منتشرة في السعودية لان السعودية فيها مواشي. الهابيتات حقها اللي هو البايل داكت، البيض حقها شكله بيضاوي محاط بأوبركليوم اللي هو الغذاء الخيشومي، لونها أصفر على بني ومحتواه ميوتشر.